بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة، حرصا مننا على مصلحة حضراتكم، على انه حضرتك ممكن تكون المعلومة بتجهل بيها. ما اقصدش الجهل طبعا، اقصد ان حضرتك مش عندك المعلومة وده بيكلف حضرتك كتير جدا. فاستكمالا لسلسلة تحذيراتنا، بحب اقول لحضراتكم انه البنك المركزي اصدر بيان. البيان ده لو حضرتك او حضرتك ما تعرفوش هيسبب لحضرتك مشكلة كبيرة جدا. طبعا كلنا عارفين انه في ناس كتيرة جدا جدا دلوقتي من عملاء الشهادات بتفكر انه هي تعظم الاستثمار بتاعها وتاخد قرض على الشهادة. هتقولي انا ما اخدتش قرض فانا خلاص ملياش دعوة بالموضوع. هقول لحضرتك الموضوع يخص الناس كلها، ولازم تسمع التحذير والفيديو للنهاية علشان خاطر تعرف هل انت مع الناس دي ولا مش معاهم. وحابة اقول لحضرتك حتى لو انت مش هتاخد قرض دلوقتي او مش هتاخد قرض مضمن بضمان الشهادة، لازم تكون عارف انه ده هيحصل من بكرة ان شاء الله. لازم تكون عارف ايه اللي هيحصل وتكون فاهم القصة ماشية ازاي. ممكن لا قدر الله بعد كده العرض يعجبني، او انه انا احتاج ويكون معرض لضائقه ماليه، فاشوف انه انا ممكن اطلع من الضائقه الماليه دي بانه اقترض بضمان الشهاده. تعالوا مع بعض نشوف ايه الحكايه وايه البيان اللي تم اصداره من البنك المركزي. ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. طبعا كلنا عارفين انه دلوقتي تم اصدار شهادات ال 23.5% وال 27%، والناس اللي هتشترك في الشهادات دي او اللي هتربط الشهادات دي هيكونوا اما ناس كسرت شهاداتها شهادات قديمة، او انه تكون ناس معاها فلوس او اصحاب شهادات ال 25% فلوسهم نزلت للحسابات فحابين يعملوا شهادات. اي حد هيروح لاي بنك او اي فرع في مصر لازم هيتعرض عليه الديل اللي هقوله لحضرتك ده. هيتعرض على حضرتك انه انت سي مثلا معاك مليون جنيه، 200 ألف، 300 ألف، ايا كان، هيبدأ الموظف يعرض على حضرتك انه انت تاخد قرض بضمان الشهادة. هتقولي انا مش محتاج للقرض، هو برضو هيحاول يقنع حضرتك بانه انت مش يعني انت ايوه اوريدي انت مش محتاج فانا خلاص مش محتاج للقرض. ولكن العرض اللي هيعرضه لحضرتك على حضرتك والطريقه اللي هيعرض عليك بيها العرض هتخليك شايف انه ده مكسب كبير جدا وانه انت هتعظم العائد بتاعك وهتضاعف المبلغ بتاعك، فالافضل انه تاخد القرض. عشان كده حبيت اقول لحضرتك حتى لو مش عندك ضائقه ماليه اسمع الكلام للنهايه. هيقول لحضرتك انت معاك دلوقتي 300 ألف، هناخد 300 ألف قرض وهنعمل شهادتين، الشهادتين بعد ما تخلص هيبقوا 600 ألف جنيه، وهتبقى حضرتك خلاص خلصت القرض وكل الكلام ده كله. في نهاية المدة هتلاقي نفسك معاك 600 ألف جنيه. طيب تعالوا مع بعض نشوف دي حقيقة ولا لا. انا دلوقتي معايا 300 ألف جنيه وخلاص عملت الشهادة ب 23.5%، ما هو لازم يكون بعائد شهري علشان خاطر يسدد القرض. طيب انا عملته ب 23.5% وكل 100 ألف جنيه هيجيبوا لي 23 ألف جنيه، يعني حوالي 69 ألف جنيه. ال 300 ألف جنيه هيجيبوا لي حوالي 69 ألف جنيه. هو بيدي لحضرتك القرض لحد 90%، يعني هاخد لحد 290 ألف جنيه، او حتى ممكن اخد 280 ألف سي مثلا. هيعرض عليا مدة كبيرة جدا وهتكون حلوة جدا. المدة هتكون ما بين ال3 سنين لل5 سنوات، 3 سنوات ل5 سنوات اقدر اعمل عليهم القرض. طيب انا اول شيء هنا هاخد الفلوس بالفعل وهعمل بيها قرض تاني بضمان الشهادة. اللي هيطلع من الشهادة الاولى واللي هيطلع من الشهادة التانية مش هيكفي قسط القرض، لانه انا مش بس هدفع القسط بتاع القرض، انا هدفع القسط زائد الفايده، فالمبلغ هيكون كبير واللي هيطلع من هنا وهيطلع من هنا مش هيكفي انه انا اسدد القرض، فانا الاقي نفسي في البدايه كده في الاول بدفع من جيبي. طيب الحاجه الثانيه، البيان بتاع البنك المركزي النهارده علشان خاطر الناس اللي عندها شهادات 11% 14 16 19، دلوقتي تم تثبيت أسعار الفايدة في البنك المركزي يوم 21/12 في الاجتماع الأخير للجنة السياسات في البنك المركزي عند 19.25 للإيداع و20.25 للإقراض. يعني أنا دلوقتي لو حابب آخد قرض هاخده ب20.25. طيب يجي واحد بقى كده مفكر نفسه فاهم أكتر من البنك وهيلعب على البنك، يقول أنا هروح آخد الفلوس بفايدة، هحط الفلوس دي هاخد الفلوس بتاعتي بفايدة 20.25%
يعني هقترض بفايدة 20.25% وهاخد الفلوس احطها في فايدة 27% او سي مثلا 23.5%، يبقى انا كسبت ايه؟ مبلغ كويس حوالي 7%، فهيعمل معايا مبلغ لطيف. هقول لحضرتك انه البنك المركزي كان عارف انه حضرتك ممكن تتربح من الشهادة القديمة بتاعتك، وعمل لك النهاردة بيان وقرار بانه بداية الاقتراض 24.5%، يعني الاقتراض ال 20.25% بتاع الليلة الواحدة ده ما بقاش موجود، مش معترف بيه اصلا. طيب هل هاخد ب 24 بس؟ اولا 24 كده يعني زادت عن ال 23.5%، يعني انا هدفع 0.5% من جيبي، ده رقم واحد. الحاجة التانية انه في حاجة اسمها عمولات على القرض وحاجات تانية كتير بتوصل لحوالي 2% من قيمة المبلغ، يعني انا دلوقتي هاخد القرض بحوالي 26% وفايدة الشهادة، يعني انا هسحب فلوس بفايدة 26% وهروح احطها بعائد 23.5%، يعني انا بخسر حوالي 2.5%. طيب هبقى ناصح واحطها ب 27%، اولا ما ينفعش لانه حضرتك محتاج لعائد شهري تسدد منه. طيب لو حطيتها ب 27، لو انا حطيتها بعائد 27% هبقى انا كسبت بس 1%، الواحد في المية ده هيروح في العملات ودمغات وحاجات تانية كتيرة جدا ومصروفات للقرض، ولو حبيت تسدد في يوم من الايام سداد عاجل هتدفع حوالي 5% قيمة سداد عاجل، و كوارث كتيرة جدا، هتلاقي نفسك بتخسر قيمة الشهادة الأولى وقيمة الشهادة التانية، ما استفدتش بأي عائد، ما استفدتش بأي شيء خالص. وبعد ما كنت هتطلع بعد سنة واحدة من استثمارك والموضوع تبقى أنت حر طليق فيه، إنه أنت حضرتك تستفيد باستثمار لمدة سنة واحدة عشان خاطر محدش عارف السنة اللي جاية هتكون معدلات الفايدة قد إيه. هو في توقعات وكلام إنه معدلات الفائدة هتكون بتخفيض مش برفع لمعدلات التضخم، يعني انه ال 23.5% هتبقى مناسبة لنسب التضخم، ولكن لحد دلوقتي الكلام ده احنا سمعناه السنة اللي فاتت مع شهادات ال 25%، ولكن شفنا على مدار 6 شهور من شهر يناير 2023 لحد شهر 6 2024، شفنا ان معدلات التضخم بترتفع. مش هنقيس على الشهرين 3 اللي فاتوا ان معدلات التضخم فيها بتنخفض وبدأ يتم الاعلان عن ده، ولكن على ارض الواقع شايفين معدلات التضخم مرتفعة جدا جدا. الفلوس اللي انا بروح اشتري بيها القوة الشرائية بتاعتها بتقل يوم بعد يوم، فانا عايز فلوسي امسكها بعد سنة علشان خاطر نخلص من بعض وكل واحد يبقى عارف هيروح باستثماره لحد فين. حبيت افهم حضراتكم الدنيا ماشية ازاي. بيان البنك المركزي حصل زيه السنة اللي فاتت وزودوا 2% على قيمة الشهادة، دلوقتي برضو حضرتك لو عملت ده وعملت القرض هتكون بتخسر بقيمة 2% أو 2.5%، يعني خسرانة. سواء حضرتك هتعمل شهادة قديمة يعني معاك فلوس ومعاك شهادة هنا، يبقى سواء حضرتك هتعمل شهادة هتكسر شهادة قديمة وتعمل بفلوسها، او انه حضرتك رايح بفلوس للبنك واقنعك انه انت تعمل شهادة تاخد قرض بضمان الشهادة وتعمل شهادة جديدة، الشهادتين هيكونوا خسرانين وفي الاخر حضرتك الخاسر الوحيد، وهو كده ابقى على العميل، يعني احتفظ بالعميل لمدة اطول، ودي سياسة عند موظفين البنوك بياخدوا عليها تارجت وبونص عالي جدا. اتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم وقدرت افيدكم لو بمعلومه واحده، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس، وان شاء الله هنتقابل في فيديو جديد في امان الله.